في فتوى دلوقتي منتشرة كده على السوشيال ميديا لأحد المشايخ يقول فيها إن الحجاب ليس فرضا. يقول كما يشاء، من تعرف المضلون كثر. يعني عفوا عفوا ويقول إن الحجاب بس ليس عفوا فرضا عفوا برأيي يقول إن بس عفوا عفوا هو قال ليس فرضا، يعني بمعنى ليس بواجب، ولا يقول ليس بموجود من الأصل. انتبه للكلام، هل يقول إن الحجاب أخطأ؟ يعني الحجاب أولا ماذا يقصد بالحجاب؟ لا بد أن تفهمني. يقصد بغطاء الرأس، يقصد يعني هو يرى أن المرأة تمشي مكشوفة الرأس. ويقول هناك رأي للفقهاء في لا بس فهمني، أصل كلامك محتمل كذا احتمال الآن. يعني ما مقصوده بالحجاب؟ هل مقصوده بالحجاب تغطية الوجه، أو مقصوده بالحجاب كشف الرأس؟ الرأس، يعني الحدث عن يقول غطاء الرأس. إن تغطية الرأس ليست بواجبة؟ يقول هذا. لا، رجل مبطل، رجل مبطل، والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله. قدمنا مرارا الأدلة على وجوب تغطية الجسم كله، والخلاف قائم في الوجه والكفين، الخلاف قائم في الوجه والكفين. ويقول ليس هناك دليل واضح وصريح على وجوب الحجاب، يعني ليس هناك دليل واضح في القرآن أو السنة على وجوب الحجاب. مش عارف كل إزاي. يوم نجيب على هذا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. كان من الأولى له أن ينظر أقوال المفسرين فيها، أن ينظر أقوال المفسرين فيها، وقول من قال كعبيد السلماني رحمه الله من علماء التابعين غطى الجسم كله وأبدى العين اليسرى. وكان ينبغي أن يقرأ قول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكان ينبغي أن يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. كان ينبغي أن يقرأ قول عائشة في حديث الإفك لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. وكان ينبغي أن يقرأ قول أسماء لم كن إذا حازين الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققنهن واعتجرن بها من قبل الحواشي. كيف هذا؟ وفي مستدرك الحاكم، أو صح عن سلبة، في مستدرك الحاكم أن جرير بن حازم دخل على حفصة بنت سيرين، وكانت من القواعد من النساء، فوجدها تنقبت وتجلببت. قال لا يا أمة، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني رخص لك في ترك النقاب. قالت يا بني أكمل الآية، فأكمل الآية فيها وإن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات النقاب. بارك الله فيك يا شيخ. هو مش اللي ينكر فرضية الحجاب المفروض كده هو الرجل أصلا، هو الذي تتكلم عنه شخص زائغ كل يوم يخرج بضلالات لإشغال المسلمين. الله يعجل بهلاكه.